ابحثوا عن السعادة، ابحثوا عن السعادة. ابنة الملياردير الشهير أنس، أغنى فتاة في العالم تقريبا، ما حققت لها هذه الأموال شيئا من السعادة. تزوجت برجل أمريكي ثم طلقت، ثم تزوجت برجل يوناني، ثم تزوجت برجل فرنسي، تزوجت برجل روسي. كيف تلتقى الرأسمالية الشيوعية؟ وجدوها جثة هامدة مقتولة في إحدى الشاليهات في دولة الأرجنتين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم أنا كنت ألقي محاضرة في لوس أنجلوس في أمريكا، وبعدين دخل علي أخوان فاضلان من سوريا ومعهما رجل أمريكي، ولقيت أحد الإخوة السوريين بيقول لي، أو أحد السوريين بيقول لي، والله لو سمحت يا شيخ محمد عاوزينك بس تنطق الرجل الأمريكي ده الشهادة. أهلا وسهلا ومرحبا، تعال تفضل يا أخي. وأجلست إلى جوار ثم قلت له، يعني إيه اللي عاجبك عندنا؟ حالنا لا يصر عدوا ولا حبيبا، إيه اللي عاجبك فينا؟ جاي لنا ليه؟ فقال لي هذا الرجل الأمريكي بأنه رجل ملياردير يمتلك الشركات والأساطيل والأموال، يقول ومع ذلك في ترجمة حرفية يقول سئمت الحياة. يقول سئمت الحياة، انتشل من محاولة الانتحار 16 مرة. لا إله إلا الله. ليه؟ يقول لي ما فيش مكان في الدنيا إلا وسافرت إليه، ما فيش أكلة في الدنيا اشتهيتها إلا وأكلتها، ما من امرأة اشتهيتها إلا وفعلت فيها ما اشتهيت بمالي. هذا الرجل يا إخوة، أنا دخلت قصره على شاطئ المحيط، قصر مبني من الزجاج، حديقة جميلة غناء رائعة، وتدخل بعد ذلك إلى سلالم أو إلى درجات سلم كثيرة جدا من داخل القصر، فتستشعر أنك في الماء، أنك في المحيط. ومع ذلك يقول أنه سائم الحياة، أنه السعيد بهذه الحياة، لا إله إلا الله. ليه؟ أعطى البدن ما يشتهيه البدن. طب الإنسان عمره ما يعيش بالبدن لوحده أبدا، في شيء مهم جدا، الإنسان بدن وروح. بل لقد قال الإمام الشافعي إمام الدنيا، يا شافعي هل البدن يحمل الروح أم أن الروح هي التي تحمل البدن؟ فقال الشافعي بل الروح هي التي تحمل البدن، بدليل أن الروح إن فارقت البدن وقع البدن جثة هامدة لا قيمة لها، بل إن لم يدفن فاح عفن هو نتن. طب إيه اللي جابك لنا النهاردة؟ قال والله هذا الرجل السوري أنا دخلت عليه اليوم الشركة، لقيته وضع قدمه رجله في حوض المية اللي أنا بغسل فيه وجهي، وأخونا المسلم السوري بيتوضأ والأمريكي لا يعلم. فقال له إزاي تضع قدمك هنا؟ أنت ما فيش ذوق، ما فيش أدب، ما فيش إتيكيت، ما فيش ها؟ التهم المعلبة للمسلمين، التخلف والتأخر والرجعية والتطرف إلى الأصولية والأصولية والفوضوية والفوضوية إلى آخر، هذه التهم المعلبة. سبحان الله، فليه تضع رجل؟ قال له أنا أتوضأ. قال له يعني إيه؟ فقال له معنى الوضوء، تتوضأ ليه؟ قال له عشان أصلي. صلي يعني إيه؟ فبين له معنى الصلاة، تصلي لمن؟ لله. من الله؟ ما يعرفش حاجة. قال له طيب أنا ما دخلتش عليك أبدا، مرة وجدتك مهموما. قال لا، نبي صلى الله عليه وسلم يعلمني عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طيب أنا عاوز أبقى زيك، ما دخلتش عليك ليتك سكران؟ قال أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال له طب أنا نفسي أبقى سعيد زيك، أعمل إيه؟ قال له تدخل الدين. قال له طب أنا مستعد أدخل، لو دخلت الدين اللي أنت فيه ده هشعر بالحياة اللي أنت عايشها من الأمن والاستقرار والسعادة والابتسامة والنشاط. قال له يقينا إن صدقت. قال له أنا صادق، أنا أريد أن أحيا حياة كريمة سعيدة، قل لي أعمل إيه؟ قال له طيب اغتسل يعني استحم. فدخل الرجل الأمريكي اغتسل وأتى به إلى المركز الإسلامي، وقدر الله عز وجل لهذا الرزق الثمين بغير سبب. فأنا لما أجلست قلت طيب الله، قل وراي كذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله
الكلمة الجميلة شهادة التوحيد، شهادة الحق التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب كل الكتب، وأرسل الرسل كل الرسل، ومن أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وهم أهل التوحيد، وفريق في السعير وهم أهل الشرك والكفر. وردد الأمريكي الشهادة، وردد الأمريكي. والله العظيم يا إخوة وأخوات، أنا كما قلت مرارا وتكرارا لم أستشعر ثقل الشهادة إلا في هذه المرة. الرجل ينطق الحرف كأنما ينقل صخرة من جبل لآخر، وبعدما نطق الشهادتين ارتجف جسده وبكى، وقام الإخوة ليسكتوه، قلت اتركوه دعوه. فلما سكن قلت له أسألك لماذا بكيت؟ قال لا لا لا، قل لي أنت الأول. قلت له تفضل. قال لي قل لي السر اللي انت وضعتوه في الكلمة اللي انا قلتها دلوقتي. قلت له ايه السر؟ قال اشعر الان براحة في صدري ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة. قلت له هذه نعمة شرح الصدر بالاسلام، وخلي بالك لا يذوق هذه النعمة الا من دخل الاسلام طائعا محبا مختارا غير مكره ولا مضطر. ألم نشرح لك صدرك؟